علاقات اقتصادية بمحاور مختلفة ومتعددة تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين. ومن خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تسعى القاهرة وعمان إلى تنمية مجالات التعاون والتنسيق الاقتصادي بينهما. محاور عدة وضعت خصوصية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتدشن نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر بين دولتين محوريتين. اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أكثر اللجان المشتركة انتظاماً في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، تسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين، حيث تم عقد 30 دورة نتج عنها توقيع نحو 160 بروتوكولاً واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات، انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين. حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع التعاون المضطرد بين البلدين في العديد من المجالات، ليبلغ بنهاية عام 2021 نحو 775 مليون دولار، منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 ملايين دولار صادرات أردنية. تتنوع بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن لتضم المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية. الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020، بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%. مصر والأردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.